لكم التحية، وها هي الانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلاقة تاسع أشواطنا في هذا الانطلاق والتحدي مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه المسيرة، تاسع أشواط هذا الانطلاق، تاسع أشواط التحدي، تاسع أشواط المسيرة. هنا أيضا وهناك أيضا سيارة في هذا الشوط للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية لبقية المشاركين. نتابع الانطلاقة، نتابع هنا المسيرة للأربعة كيلومترات، وعلى صدارة وعلى المركز الأول زمرد مطر بن عتيق بن مطر القبيسي من تأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، قيادة في المركز الثاني خليفة بن عوض بالكيلة العامري من تأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث المركز الثالث الشايبة علي بن عبيد بن غدير لقتبي مع قيادة على المركز هذه اللحظات الشايبة على المركز الثالث، وفي المركز الرابع المركز الرابع والانطلاقة هنا من الشاهرية مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي، والوصول من الحذرة محمد بن يميل لوهيبية، وصلت قطنة، وصلت قطنة للسيد رغش بن حمد بن خيرات العامري ايضا لها انجاز على ارضية هذا الميدان. هنا الظبي السهيل بن غانم بن حميد النعيمي ايضا وصلت في هذه الانطلاقة على المركز في هذه اللحظات الثامن، وفي المركز التاسع المركز التاسع شواهين حميد بن سالم بالقوبة المنصوري مع شواهين على المركز الثامن، وفي المركز التاسع الحميدي بن سالم العمري مع مسناد، وعاشر المراكز تأتينا من حافر سيد محمد بن سلطان بن مرخان من وصلت على المركز العاشر. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، وبنعود عند زمرد. زمرد هناك على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مطر بن عتيق بن مطر القبيسي من تنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، قيادة في المركز الثاني خليفة بن عوض بالكيلة العامري، وفي المركز الثالث الشايبة علي بن عبيد بن غدير لقتبي قطنة قادمة، على المركز الرابع رغش بن حمد بن نخيرات العامري، وفي المركز الخامس الشاهينية لمسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي من تأتينا على المركز الخامس، الظبي في المركز السادس من تصل لسهيل بن غانم بن حميد النعيمي من تأتينا على سادس المراكز الواصلة في أول ندى، الواصلة على سابع المراكز لعبيد بن محسن بن راشد المري، وهنا وصول أيضا وصول في أول ندى في هذه الانطلاقة الجميلة من الربانة الراشد بن سعيد بن منانة من تصل بأول انطلاقة مسنات هناك أو مساندة لسيد الحميدي بن سالم بن حمود العمري أيضا قادمة. يا سلام، بدأت التحديات، بدأت الإثارة، بدأ الانطلاق. هنا وصول آخر من اليافل مطر بن علي السعودي لقتبي، يا سلام، ولكن بعود بعود إلى هناك زمرد، زمرد على الصدارة، زمرد على المقدمة، زمرد على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، مسيطرة على زمام الأمور مطر بن عتيق بن مطر القبيسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا من تأتينا على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة، بينما المركز الثاني مع الكيلومتر الأخير المركز الثاني، وتأتينا الشاهينية مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي والظبي على المركز الثالث، الظبي الظبي لسيد السهيل بن غانم بن حميد النعيمي، ولكن لحقوا هالبطلايب، هو روح واشقاي راي روح عنش غايب عن خلان اصدقاي. يا سلام، الواصله الواصله لعبيد بن محسن بن راشد المري من وصلت ايضا في هذه اللحظات، وهنا الوصول مع بن المطوع، اول ندى هنا لبراقه محمد بن مطر بن مطوع
القوة لاجتبي القادمة بكل قوة. يا سلام بدأت التحديات، بدأت الإثارة يا سلام، ولكن زمرد، زمرد على الصدارة، زمرد على المقدمة. مطر بن عتيق بن مطر القبيسي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الظبي تتسلل، الظبي تتسلل هنا أيضا. سهيل بن غانم بن حميد النعيمي والواصلة، الواصلة واصلة، الواصلة واصلة، واصلة على الصدارة، واصلة على المقدمة، واصلة على الفوز، واصلة على الناموس. ها هي الواصلة، من انتزعت الصدارة انتزعت المقدمة، انتزعت المركز الأول، شعار الرسمي ولكن باسم عبيد بن محسن بن راشد المري. تهانينا والناموس والسلام، السلام لأهالي المملكة على هذا الفوز. ومشكور يا عامر يا بن سعد يا الرفادة الظبي في المركز الثاني لسيسير بن غانم بن حميد النعيمي مساند الحميدي بن سالم العمري، ثالثا رابعا للسيد سلم بن حمد بن حريز الشاهنية. المركز الخامس من وصلت ايضا لسيد خلفان بن محمد بن خصيبة، من وصلت على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الاولى. ونعود الى الواصلة حاملة رقم واحد، وهي من فازت بالمركز الاول، فازت بالناموس، فازت بهذا الشوط. ودت السلام لاهالي المملكة ولاهالي الفخرية هناك بست دقائق عشر ثواني اربع اجزاء من الثانية. تهانينا وناموس العامر بن سعد لسيد عبيد بن محسن بن راشد المري على هذا الفوز الجميل. بينما المركز الثاني كانت الظبي لسهيل بن غانم بن حميد النعيمي بست دقائق 11 ثانية، ثلاثا من الاجزاء من الثانية هو توقيتها الزمني. بينما ثالثي مراكزنا من انطلقت هنا ايضا ووصلت مساندة الحميدي بن سالم بن حمود العمري بست دقائق 11 ثانية، تسعة من الاجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.